وهيك بدون الحمصة وبدون أم العبد وأبو أرتين وأم أرتين، وما في عنا حدا بيقرط حدا، يعني كل واحد منا بتشوف المحطات الاي ار تي بتقرط فينا والروتانا بترد، ونحن شو عبيد نعمل؟ صرنا منحطين مش منطين. فإذا حطوا ضحكة وعرفوا إنه الحياة ما هي إلا ضحكة، قريبا تتفجر كل هالبنيات بتروح إيران ولبنان من أجل الحقيقة. مات شو هي الحقيقة؟ حدا يجيب يحطها بإيدي. ونو لبنان فرجيني في إنسان يأخذ، بس هالإنسان ما بقى إنسان. نعم الحيوانات كلها أحسن. إذا بتشوفوا الكلاب اليوم في جارتي عند 4 كلاب هون بهالبنية، حد قالت لي احنا متجوزه بيعلو بيقرا جريده، هن بدنبن بصيروا يهزوا بيستقبلوني. وفي واحد منهم لبستهم طبعا ثياب وعنده الخدم بتحط له سيلولير، قلت لها سيلولير الك وسيلولير لالبير، وهي سيلولير لمين؟ قالت لي عندي اكثر من البير، لانه بهمني العافيه اللي فيها عافيه. راح فيخطب البير قالوا له بدنا سوليدير وسوليتير وسيلولير ونيريرير، قالوا له ما عندي الا هل بلا عافيه. كل واحد هيك، ابو العبد وام العبد عطيون ادويه تيكونوا قبضيات هو وهي، تاري خربطوا بالادويه. قالوا لك يا ام العبد الهيئه عم بيطلع لي صدر، عم بيطلع لي ابزاز. قالت له ايه الدانت هي كمان احد، هي قالت له هذا الديق. قال له انا لايك شوفي، هذا نكتنا نحن. فاذا بعثوا لي كل نكتكم، وكل يوم نكته وبلا نكته بصير عندنا نكت.